السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين ومتابعين قناتكم مبدعا، تحية كبيرة لحضرتكم. النهاردة هنتكلم عن كيفية تنظيم الجهد. هنستخدم مقاومة متغيرة 10 كيلو أوم، مشتت حراري، منظم الجهد LM317 ثلاثة طرف، مقاومة 1 كيلو أوم. هنثبت منظم الجهد في المشتت الحراري. منظم الجهد LM317 لها القدرة على توفير تيار يصل إلى 1.5 أمبير. الفولتية الخارجة منه تتراوح من 1.2 إلى 35 فولت. هنثبت الطرف الأول مقاومة متغيرة للطرف الثالث لمنظم الجهد. منظم الجهد يتحمل درجة الحرارة من 0 مئوية إلى 125 مئوية. هنثبت المقاومة 1 كيلو أوم بالترانزستور والطرف البي أوت. هو الطرف اللي في المنتصف. ده الطرف دخل الفولت. وده طرف خارج الفولت. هنثبت في المقاومة المتغيرة الطرف الأوسط الطرف السالب للدخل والخارج. هنظبط الفولتميتر على 20 فولت دي سي. الفولت اللي داخل عندي 15.5 فولت. هنوصل الطرف السالب اللي هو الطرف الاسود بترانسفورمر او المحول الجهد اللي عندي. هنوصل الفولتميتر الطرف السالب للطرف السالب، وهنوصل الطرف الموجب للدخل منظم الجهد، والطرف المنتصف الفي اوت نوصله بالفولتميتر. نبتدي نحرك المقاومة المتغيرة. هنلاحظ تغير الجهد. زي ما قلنا جهد الخرج للمنظم الجهد LM317 يتراوح من 35 فولت، ده لو أنا غزيته ب 35 فولت لغاية 1.2 فولت. أقل قيمة تخرج من منظم الجهد 1.2 فولت، وأكثر قيمة أو أكبر قيمة 35 فولت لو أنا غزيته ب 35 فولت. بيتحمل درجة حرارة من 0 مئوية ل 125 مئوية. لازم نركب مشتت حراري لضمان سلامة منظم الجهد، وأهم حاجة نتأكد من شدة التيار الخارجة ما تعديش 1.5 أمبير. وده كان حلقتنا اليوم، وشكرا لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.